ستاتو 10 مرة، ستاتو 11 مرة، مرحبا. كله بدك تعوزه سيجارة من السيجارة. مرحبا، اليوم حنتعلم كيف يطبعوا الستنسل على الجلد، وكله بدك تعوزه ورقة وورقة كربون، وحنتعلم كمان كيف بركبوا مكنة التاتو، وإن شاء الله كل يوم حنزل فيديو بخصه بالتاتو. اوكي، فاللي رح نعوزه هو الورقه اللي بدنا نطبع اي رسمه اللي بتكون اياها. انا حطيت هيدي، وبدنا نعوز الستنسل وقلم رصاص. بتحددوا بقلم رصاص الكلمه اللي بتكون اياها تكتبوها او الصوره او اي شغله. وهلا علينا نطبعها على ايد اللي بدنا نعمل له التاتو. بس بدكم تطبعوا اي شيء، تلبسوا الكفوف اللي بدنا نعمله. هلا هو حيلا حدا لازم نحلق الشعر اول شيء، اوكي؟ لازم نحلق الشعر على الاخر، بس ما حنحلق الشعر هلا، بس حنحط الدواء الستنسل هون. شوي ما كثير. بنقص الصورة، اوكي. هلا كل اللي رح نعمله حنتعلم كيف بركبوا الاوت لاين العادي اللي بنعرفه يعني، وماكنة الشيدنج بتشيله وبتطبع. هلا انا برتاح بهيدي الماشين يعني. أوكي. اي حدا بنقل ماشين بده اياها وبيشتغل باي ماشين بده اياها. والجريب نفس الشيء، الجريب هي المسكة. تنطر عليها شوي، لو نطرت عليها شوي يعني شيء 10 دقايق انت بترتاح. انا برتاح فيه من هيك يعني، بس هو بتنمح يعني. هلا برتاح فيها انها تكون هيك سميكة يعني، انت وعم تشتغل بس بدك تمسح. الجريب هي هيدي اللي بتصير صعوبة تنمح، مش فيها. بس هلا نحن ما انطرنا عليها، بنركب الراس. ماجنوم، اوكي 15 ماجنوم بتجي هيك مشط يعني، بتجي مشط. بستخدم انا اكتر شيء 7 ار ال للاوت لاين و 3 ار ال و 5 ار ال. هاي 7 ار ال للاوت لاين. بنفك الابره هيك من فوق من الراس من هون،
مش مطرح ما هذا. ناخذ هيدي بيجي هون بالغرفة. بحيلا تركب بالمكنة وبتركب بالإبرة. منشيل الإبرة منركب الإبرة الجلدة منحطها بقلب هيدي الإبرة هيك أوكي، ومنطعج الإبرة شوي. منشيل أول إبرة، إبرة الأوتلاين. الإبرة منحطها هون الجلدة هاي، وبتركب فيها الإبرة هيك. هلا الراس الإبرة ما مبين، فلما نعمله بدنا ناخذ عيارات الإبرة قد ما فينا، وحسب التاتو كمان أكيد. يعني أنا هيك بشتغل بالإبرة، هاي مش كلها هالقد بتطلع، بتطلع هالقد بس هيك، هالقد بتطلع، بتطلع وبتنزل هيك. هالأوتلاين بنجيب مغايطة، نبرمها برمتين، طلعت المكنة، هلأ صارت المكنة جاهزة. أوكي هلأ بدورها وبنشتغل عليها. هلأ مكنة الشيدينج اللي هي 15 ماغنوم، نفس الشيء نشيلها، نركب الجلدة، نطعج الإبرة، نفوت الرأس. تتأكد إنها جالسة عقد المشط، يعني مشط. دائما بالشيدينج، الماكنة الشيدينج لازم تكون اخف من الماكنة الاوتلاين بالشغل وباي شيء. اوكي هدول جاهزين، هلا نسمع صوتهم. اوكي في عنا المغايطة اكيد، هلا هيدي روتري ماشين وهيدي كويل ماشين. اوكي الروتري بيجي صوته اخف وبتجي انعم، وفيك تستعملها اوتلاين فيك تستعملها شيدينج مع بعض. هلا بنجيب الشريط اللي بيركب بالمكنه، في هون وحده وهون مثل فتحتين، نجيب فتحه نحطهم هون ملقط. هلا جاهزه، هلا اكيد خفيفة، هلا عم قويها. فانا اكثر من هيك ما بشتغل، هيك لازم تكون. هاي الباور سبلاي اللي انا بشتغل فيه للاوتلاين بس، ما بشتغل فيه للشيدينج. هون عيارات المكنه بتحطها كيف ما بدك، بتعير المكنه من هون كيف ما بدك. هون بتخفف، هيدا الباور سبلاي فيك تشتغل عليه اوتلاين فيك تشتغل عليه شيدينج. هون اذا بتكبس على الاس بتصير شيدر، بتصير خفيفة. تكبس اوت لاين بتصير قوية. وهاي ماكنة الشيد،
وهاي ماكنت الشاي جاهزة. هيك. فاليوم نكون خلصنا عن الستنسل وعن كيف بركبوا الماشين اوتلاين وشيد. وكل يوم حصير نزل فيديو، ححاول كل يوم قد ما فيه يصير نزل فيديو كل شيء بخصه بالتاتو ونتعلم كل شيء سوا. اوكي يلا باي باي. Thank you.